السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، عساكم طيبين جميعا. الآن بإذن الله بنشرح المادة تكون جزء التعليم، بارك الله فيكم. شوفوا يا إخواننا، طبعا أول حاجة رقم الجلوس زي ما أنتم شايفين، هذا رقم الجلوس 148، هذا الواحد وهذا الأربعة وهكذا، مثلا رقم مثلا 500 مثلا 571 مثلا، يبقى أدي الخمسة وأدي السبعة وأدي الواحد. طيب يا جماعة الموضوع واضح صح؟ طيب الأسئلة بدأ، وهو ده المهم اللي احنا بنشتغل إن شاء الله رب العالمين. شوف يا جماعة، السؤال الأول بيقول لك إيش؟ الكمبيوتر التعليمي يوفر فرص التعلم الفردي دون تنمية مهارات التعلم الذاتي. طبعا خطأ، لأنه هو بينمي مهارات التعلم الفردي والجماعي والذاتي. طيب رقم اثنين يا جماعة، سميت وسائل تكنولوجيا التعليم على أساس دورها في التدريس وسائل المعينة صح؟ صنفت الوسائل التعليمية في ضوء عدد المستفيدين إلى فردية وجماعية وجماهيرية صح؟ جميع الوسائل التعليمية هي وسائل نشطة، ولا توجد وسائل تعليمية سلبية. لا خطأ طبعا، لأن في وسائل سلبية يا جماعة. رقم خمسة يا جماعة، الاتصال التعليمي الفعال عملية تبدأ من المرسل وتنتهي. وتنتهي يا جماعة عفوا عند المستقبل اللي هو متعلم. طبعا خطأ، لأن هي تنتهي بيئة الاتصال، تنتهي بيئة الاتصال. طيب رقم ستة يا جماعة، من معايير اختيار الوسيلة التعليمية مناسبتها للعمر الزمني والمستوى الفكري المتعلم صح؟ كلام منطقي هذا. رقم سبعة يا جماعة، خرج الانترنت التعليمي بالتعليم من الإطار المحلي وأصبح غير متقيد بالساعات الدراسية صح؟ طيب رقم 8، استغراق المتعلم في أحلام اليقظة أثناء نقل الرسالة ينمي خيال المتعلم ويوسع مداركه. كان ده خطأ طبعا، لأن أحلام اليقظة أولا مضرة وهي لا تنمي خيال المتعلم ماشي. طيب رقم 9 يا جماعة، من الوسائل التعليمية المحسوسة بالعمل المعارض والمتاحف. خطأ، هو الصواب يا جماعة، من الوسائل التعليمية المحسوسة مش بالعمل، بالملاحظة. طيب رقم 10 يا جماعة، الكمبيوتر التعليمي لا يجيب عن جميع الأسئلة التي يسألها المتعلم صح؟ الكمبيوتر التعليمي يجيب عن بعض الأسئلة مش كل الأسئلة. طيب رقم 11 يا جماعة، التسلية والتعارف وبناء العلاقات من مميزات الإنترنت التعليمي. خطأ، هذا من 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 سلبيات الإنترنت، إن هو بيضيع وقتك في التسلية والكلام ده كله يعني، لأن الأصل إن طالب العلم ما عندوش وقت إن هو يتسلى ولا يقعد يعمل علاقات يعني، ولا يقعد يضيع في الأشياء هذه يعني. طيب يا جماعة رقم 12، قللت تكنولوجيا التعليم من أعباء المعلم رغم أنها أضافت له أدوار جديدة صح. رقم 13 يا جماعة، تكنولوجيا التعليم علم تطبيقي مستقل ولا يستعين بأبحاث ونظريات العلوم التربوية. طبعا ده خطأ، لأن تكنولوجيا التعليم تستعين بأبحاث ونظريات العلوم التربوية يا جماعة. رقم 14، ساعدت وسائل تكنولوجيا التعليم على تنوع أساليب التعليم دون تنوع أساليب التعزيز. طبعا الكلام ده خطأ يا جماعة، الكلام ده ايه خطأ. طيب رقم 15، يشترط التعليم والتعلم الإلكتروني يشترط التعليم والتعلم الإلكتروني الاتصال بشبكة الإنترنت صح يا جماعة، لابد من وجود النت طبعا عشان تتعلم عن بعد. رقم 16، الدور الوجداني المتعلم لا يتأثر بزيادة الاعتماد على الكمبيوتر في التعليم، لأن احنا طبعا أهداف وجدانية وأهداف مهارية وأهداف معرفية. طيب فاللي بيتأثر الهدف المعرفي يا جماعة، الهدف المعرفي بيتأثر، والهدف ايه تاني اللي احنا قلنا وجداني ومعرفي، وتاني الثالث وجداني ومعرفي ومهاري. المهاري والمعرفي يتأثروا، أما الوجدان يتأثر بالكمبيوتر. رقم 17 يا جماعة، يتميز الكمبيوتر التعليمي بنقل التحكم في التعلم من المعلم إلى المتعلم صح، لأن المتعلم تلاقيه يتحكم في الماوس، يتحكم في الصوت، يتحكم في السرعة، يسمع بمزاجه في وقت التعليم. هذا الغالب يعني في التعليم الإلكتروني يا جماعة. رقم 18، استخدام المعلم وسائل تعليمية متعددة في الحصة يعيق هذا الدرس. كده صح يا جماعة. ليه يا جماعة؟ لأن تعدد الأهداف، مثلا الواحد مثلا عنده سبورة ضوئية وعنده بروجيكتور وعنده بطاقات تعليمية الحمد لله، الإخوة الأولى يرحمهم الله يجزاكم الله خير يهديهم الله ويصلح لكم،
نكمل. فاستخدام وسائل كثيرة يعيق العملية، تمام يا جماعة؟ طيب رقم 19 يا جماعة، التعلم المتنقل يعتمد على استخدام أجهزة الحواسيب الكبيرة والوسائل الرقمية الشخصية، صح. رقم 20، في التعلم الكمبيوتري يختفي من نفس المتعلم الخوف والرهبة والخجل، صح، لأن ده الغالب، هذا هو الغالب يا جماعة. طيب رقم 21، من أسس استخدام الوسيلة التعليمية تحديد الأهداف التعليمية التي تحقق الوسيلة، صح. من مميزات برمجيات التعليم والتعلم تكرار الدرس حسب الحاجة واختيار وقت التعلم، ده دي ميزة طبعا كبرى في الموضوع. رقم 23، طول المنهج الدراسي ليس معوق لاستخدام وسائل تقنية التعليم، لا طبعا هذا معوقات، يبقى كان ده غلط. رقم 24 يا جماعة، عالجت وسائل تقنية التعليم بعض المشكلات النفسية للمتعلمين، صح، يعني المعلم مثلا في نقطة معينة مش عارف يشرحها وبعجداه يشغل مقطع فيديو فيه الشرح وانتهى الموضوع. رقم 25 يا جماعة، الكمبيوتر التعليمي يقدم تعلم باقي الأثر لمخاطبته لجميع الحواس طبعا يا جماعة، ليه؟ لأن الكمبيوتر التعليمي بيخاطب النظر والسمع وبيخليك تتأثر وتتفاعل معاه يعني. طيب رقم 26 يا جماعة، أصبحت الوسيلة التعليمية بعد توظيف مستحدثات تقنية التعليم معينة الإيضاح، صح. من رقم 27 بقى، من متطلبات التعليم والتعلم الإنترنتي تعزيز المناهج المشاريع التطبيقية على الإنترنت، صح. 28، التعليم الإلكتروني يقدم المقررات الدراسية ولا يقدم البرامج التدريبية للمعلم أثناء الخدمة، لا طبعا لابد من كل فترة إن المعلم بيتدرب وبيدربوه يعني بحيث إن هو يكون قادر على مواكبة التطور وقادر على ممارسة التدريس الكمبيوتري والتعليم الإلكتروني. طيب 29 يا جماعة، يعاب على وسائل تقنية التعليم عدم تجسيدها للمفاهيم والقيم المجردة، صح. يعني ما هي التعليم التكنولوجي ده ما فيش حاجة عنده اسمها قيم ولا في حاجة اسمها عنده أخلاق، هو تعليم وخلاص. يعني هو يديك مهارات معرفية ومهارات مهارية وما يديكش مهارات أخلاقية ولا قيمية. طيب رقم 30 يا جماعة، يعاب على وسائل تقنية التعليم عدم تجسيدها للمفاهيم والقيم المجردة، احنا قلناها دي، هذا صح. طيب رقم 30 يا جماعة، الاتصال في مجال التربية نقل تغير سلوكي من المنطقة الأخرى عند خطأ، يقول لك ايه، نقل تغير سلوكي إلى الاتجاه المرغوب فيه. أنا مش فاهم الكلام ده، مش فاهم الكلام ده، بس هو قال صح خلاص صح، قال خطأ خلاص خطأ. وهنا يا اخوانا بيقول لك الاتصال في مجال التربية نقل تغير سلوكي من المنطقة الأخرى، قال لك غلط خلاص غلط. اللي عاوز يفهمها بقى يحاول يفهمها بقى من الدكتور، يحاول يفهمها من المحاضرة، يفهم من الكتاب. طيب رقم 31 يا جماعة، يوفر الإنترنت التعليمي الفرصة للحد من عزلة المتعلم زمنيا ومكانيا، صح. 32 يا جماعة، يحتاج التعلم المتنقل إلى استخدام تقنيات إلكترونية سلكية واتصال هاتفي سلكي. هو كتب خطأ، خطأ ليه يا إخوانا؟ لأن في الآن استخدام تقنيات لا سلكية وهاتف لا سلكي طبعا. طيب رقم 33 يا جماعة، الوسيلة التعليمية في موقف الاتصال هي أدوات ترميز الرسالة وحواملها ونواقلها، هو صح خلاص صح. طيب رقم 34 يا جماعة، قللت وسائل تقنية التعليم من رتابة الموقف التعليمي وانتباه المتعلم. طيب يبقى هنا هو كتب خطأ عليه هنا، المفروض صح. طيب هو يا عم الله يهديك يا عم هاشم، المفروض دي يا عم هاشم صح مش خطأ. طيب بالله يا اخي رجعها معايا. طيب وان شاء الله هنكتب ان شاء الله عنها يا اخوانا في التعليقات ان شاء الله رب العالمين يعني. طيب 25، يقصد بتفاعلية مستحدثات تكنولوجيا التعليم تفاعل نشط متبادل بين المتعلم والمحتوى، قال لك خطأ. يقصد بتفاعلية مساعدة تكنولوجيا التعليم تفاعل نشط متبادل بين عمليات الاتصال، يعني اللي هم هي خطأ كما كتب يعني. 36 يا اخواننا، لا يمكن القول ان الكمبيوتر التعليمي حقق مفهوم التعلم مدى الحياة. يمكن طبعا القول كان صح، يمكن القول ان الكمبيوتر التعليمي حقق مفهوم التعلم مدى الحياه، نعم. طيب لا يحتاج استخدام الانترنت في التعليم انشاء نظام انترنتي داخلي للمؤسسه، طبعا ده خطا، لابد من عمل شبكه وزي كده يعني يا جماعه. طيب 38 يا جماعه، التعلم بالالعاب التعليميه
التعلم بالتعليم التعليميه الكمبيوتريه يعد من انواع التعلم الذاتي، صح. طيب في مخروط الخبره رقم 39، يعني في مخروط الخبره الرحلات التعليميه اكثر واقعيه من العلوم التوضيحيه، قال لك صح. رقم 40 اخر واحده في صح وغلط، زياده الاعتماد على الكمبيوتر في التدريس يفقد المعلم مهارات التدريس. طبعا ليه؟ لان المعلم يا اخوانا لو قعد فتره ما يدرسش بالتالي بينسى التدريس وينسى التعليم وبتقل المهارات، بخلاف اللي هو بيمارس المهنه يعني. طيب اختار يا جماعه. طيب احنا كده ننزل الفيديو هذا ونشوف راي الاخوه ويقولوا لي رايكم اين استمر وين نتوقف. بارك الله فيكم والسلام عليكم، أخوكم علي الفتاح عبد العليم ضاحي.